معانا ايوه. 50 ايه. كويس انك جربت، انا ما لحقت ذاته اجي جنب يا والله راجل بيجي مخي. والله كنت مشغول لدوشه شديده، الله يعين، بس الحمد لله هو ربنا بس يسهل. الكوست يا عامر، الكوست والريسك والسكيدل هم دي اكتر حاجات بتحسبها بلوك يعني، لكن الباقيات التانيات ما مشبكات معاهم يعني. وزي قال ما احنا شاء كنا الله على ماشيين كده باص، وفجأة كده لقانا الدقداق. دقاق الدقداق، لكن الليله حيكون سموز، شفت الكواليتي دي لذيذه جدا جدا، حتتبسط يعني، كلها مصطلحات وكلها يعني بس كومون سنس. احنا في الموضوع ده اي حاجه محتاجين جديده امثله هنسمع عنها زياده، لازم تكون رسوم، محتاج لي امثله زياده. ايوه صح مظبوط امثله فعلا. زياده. دي الشيء الفعل اللي احنا نقدر ناخده كفورمال، انه واحد ناس يتعود على المسائل نفسها دي. جدا ما في مشكله. يا ريت. مساء الخير يا شباب. وعليكم السلام ورحمه الله. ادم كيفك؟ كيف؟ طبعا الحمد لله. الحمد لله. ما جو رمضان ماشي كيف؟ رمضان والله خلاص انتهى والله. اقول انا نينا قصيرين في العظم والله، لا والله هو قصيرين رمضان صح، انا رمضان من عارف اول يوم بخش في العظم. والله، لسه بس انا قصيرين في العظم، خوفنا حتى القرايه بنهار بعد ما اقدر اقرا والله. حتى القران كبير ما اقدر اقراه والله. والله يا اخي ربنا يتقبل، لكن رمضان يعني اي بالذات مع القفله ومع في حاجات كثيره زول ما بكون طبعا، بس السنه دي جديده ايوه عليه يعني والله، بس ربنا يسهل بس يعني على خير. ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم يا جماعه، طولت منكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وعليكم السلام وعليكم ورحمه الله. السلام، كيف حالك؟ الحمد وعليكم لله، كنت مشغوله شويه بس جيت قلت لي انه الجزء الصعب فات. لا الله دي يعين عليك. اسمعي منتظرك، ما ايوه صح، يكون منتظرني. الله مخليني يعين. لك على جنب كده. الله يعين زايدة. آمين يا رب. يلا لا طيب ان شاء الله تقدروا حضور. ان شاء الله باذن الله. هو كويس، انا الحاجه المبسوط منها انك انتوا ريلايز انه الكورس ده حاجه ما سهله، عشان تركزوا فيه اكتر يعني، لانه الدقداق يا اخي زي ما قال خالد، الدقداق دايما الزول بيحاول انه يسوق فيه كويس يعني، عشان ما يقوم يكسر العربيه وكده يعني. فكويس انه جانا دقداق، بعد شويه بيجينا دقداق في الريسك برضه، لكن الريسك طالما انتوا حسيتوا بالكوست ده، انا متاكد انكم انت هتمشي تجروه بعد شويه، الريسك برضه هو مربوط بيه يعني، انت لو فهمت الكوست ده تمام، الريسك ما بكون عندك مشكله ان شاء الله. الله يعين. والله والله ان شاء الله. يا دكتور، على الكوست انا اكتر حاجه بجد زريبه للكوست يعني، فهمتها يعني. تمام كويس جدا، ممتاز ممتاز جدا. اي لكن مش كان عندي مشكله بس في البدايه، بس كنت في الكتاب والشيء اللي لاقيه. لا ان شاء الله مع الامثله ان شاء الله، كل يوم نجيب لنا كم مثال كده ونشرحه، وان شاء الله الامور بتكون تمام. لكن اسمع ما شاء الله، فيكم كم واحد الشغله وقعت له يعني. انا بس موضوع السيدلينج، بس رجعت للمشروع القديم، بس لقيت السيدلينج خلاص وقعد لي اي حاجه قائم بالضبط. كده. ايوه بالضبط كده، شفت اصلا هم ناس البي ام اي ذاته بقول لك كده، بقول لك يا اخي دائما يكون عندك سيناريو في راسك، بيسهل عليك الحاجات كلها يعني. لانك هسه انت لما تقرا الكورس ده كله وما تكون خدت لك سيناريو في راسك، بتحس انه الكلام ده ذاته اصلا ما منطقي يعني. لكن لما يكون عندك مشروع السيناريو خطيه في راسك وشغال عليه، الحاجات بتقع عليك تمام يعني. لا عملت سكرين شوت ورفعته للجروب عشان قلت الناس تستفيد يعني. كان اشتغلت بالمايكروسوفت بروجكت. تمام جدا، شكرا جزيلا. طيب يا شباب دكتور، عندي سؤال. اتفضلي. بالنسبة للكويز، السؤال بتاع انه مديننا ال SPI 0.8 و CPI 1.2، هنا بيقول لنا يو انالايز بيز لاين اند ديسايدد تو ريتيرن تو ذا سكيدول باك تو ميت ذا كاستمر بلان. فهنا الإجابة جات إنه check option of crushing project. يلا هنا بما إنه الـ SPI يعني behind the schedule، إحنا نعمل fast tracking ولا crushing؟ يعني أنا ما فهمت ليه crushing the project. طيب هي crushing لأنه أنت ما دائما الـ fast track، لو أنت عندك مجال في الزمن يعني، أنت بتشوفي الـ schedule بتاعك، لو في مجال في الزمن بتعمل الفاست تراك، لكن لو ما في مجال في الزمن، لو قفل لك الحته بتاعت الزمن قال لك يا اخي
ما في طريقه الاكتيفيتيز دي يعني لازم تنتهي في وقتها، بعدين انت ما عندك حل الا تمشي للنقطه اللي بعد اللي هي الكراش. فهو طالما جاب لك الاس بي اي كم؟ الاس بي اي 0.8 0.8 معناها اقل من واحد، معناها انت بيهايند سكيدل، عشان كده انت ما عندك اي طريقه تعملي فاست تراك، انت طوالي تمشي لل تمشي لل للكراش. اوكي فهمت تمام. طيب خلونا بس سريع كده نرجع للبي ماي مابينج. طيب نحن انتهينا يا جماعه من الانتجريشن الحمد لله رب العالمين، وانتهينا من السكوب مانجمنت، حددنا السكوب بتاع البروجكت بتاعنا، وحددنا الاسكيدول، وعرفنا ان نعمل الديفاين للاكتيفيتيز كيف، ونعمل نسلسل الاكتيفيتي بتاعتنا، بعد ذاك نعمل استيميشن للديوريشن بتاعه تمام، وعملنا او فهمنا نعمل كيف الاسكيدول تمام، وبعد ذاك الكنترول اسكيدول اللي هي دي كلها في المرحله بتاعت الاسكيدول. جينا تكلمنا عن الكوست، تكلمنا عن الكوست البلان كوست مانجمنت والاستيميت كوست والديتيرمين بودجت، وعرفنا كيف نعمل كنترول للكوست بتاعنا تمام. الليله ان شاء الله حنجي نتكلم عن الكواليتي. الكواليتي ما فيها حاجات كثيره، يعني الكواليتي يعني اكثر شيء الكواليتي فيها انك انت تفهم يعني الكواليتي شنو. طبعا احنا كلنا عارفين، يعني انا لو سالت اي واحد فيكم بيكون عارف معنى الكواليتي شنو، لكن الكواليتي ذاتها بتفرق من 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 مشروع لمشروع، بتفهم بتفرق من شخص لشخص. يعني مثلا واحد عنده الكواليتي مثلا انا الكواليتي بتاعتي مثلا انت تجيني في الزمن، دول يقول لك لا الكواليتي بالنسبه لي انك انت تجيه قبل الزمن بخمس دقائق تمام. فهي عشان الحاجه ما تبقى فيك وما تبقى يعني فظي، فانت لازم يكون عندك ميجرمنت، عندك بيس لاين ترجع عليه او كريتيريا ترجع عليها للكواليتي بتاعتك. والله يا اخي انا الكواليتي في المشروع بتاعي ده كده، زي ما قال واحد، قال هو قاعد بيدرس في طلبه، فواحد من الطلبه فتح الشباك بتاع الكلاس وعاين برا لقى في واحد بيضرب في بوهيه، عامل بيضرب في بوهيه، فقام قال يا اخي العامل ده شغله ما 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 كواليتي. فقام الاستاذ ساله قال لي ليه ما كواليتي؟ قال لي يا اخي المفروض ينظفوا الحجر ده، ما المفروض يضربوا بوهيه، لكن المفروض يعني المفروض ينظفوا بس يغسلوه، يعني هو البيت مبني من حجاره قديمه كده. فهو ده حسب نظره شاف انه والله الكواليتي المفروض بس يتنظف عشان يحافظ على شكله الجميل وكده، لكن العامل اللي بيضرب في البوهيه ده عنده كريتيريا ثانيه، جابوا له نوع معين من البوهيه وجابوا له لون معين، لون البوهيه لون معين، وقالوا له تشتغل لنا. فمعناه الكواليتي بتاعت الطالب شاف المنظر بتفرق من الكواليتي بتاعت العامل اللي شغال فيها. فهي دي انت از بروجكت مانجر مهم جدا جدا بالنسبه لك انك انت تكون عندك يعني محدد الرولز او محدد الكريتيريا بتاعت الكواليتي تمام. طيب هسه انا اسالكم السؤال ده يا جماعه وعايزكم تجاوبوه. انت جيت شغال في بروجكت، انت مدير بتاع مشروع تمام، لقيت واحد من التيم بتاعك جاب له طريقه بتاعت مثلا نقولوا انه انستول سوفت وير، انك انت جاي في الـ في الـ في البروجكت بتاعك ده داير تعمل انستول او انستولوشن للسوفت وير، جيت لقيت واحد من التيم بتاعك ده عمل الحاجه دي بصوره جميله جدا وبطريقه بحاجه سريعه جدا يعني تمام، انت ردت فعلك تجاهه بتكون شنو؟ فانا عايزكم ترفعوا يديكم وجاوبوا لي السؤال ده. والله يا اخي اذا هي مع الستاندردز فاي ويل ثانك هيم انه هو خلصها في زمن هنا. ثانك يو يا دكتور خالد. ده بيكون ابريشيتد على طول في الليس لاند اضاف تمام. ثاني اجابه ناخذ اجابه ثالثه. انا شايف روعه جات وما اعرف موجوده والله مشت. سلمى اي ثينك انه نفس الكلام، اذا كان بتوافق مع المعايير بتاعتي كن بيست براكتس اي لسن تو ليرن صح، لكن بعد ذاك لازم نخضع بس للمتريكس او المعايير بتاعتك اللي بتستخدمها تمام. في منو ثاني في زول دار يضيف يا جماعه؟ والله طيب هو كلامكم مظبوط صحيح جدا جدا، لكن لازم زي ما انتم قلتوا لازم ترجعوا للمعايير بتاعتك. لو هو نفس المعايير ممكن هو يشتغل لك الشغل ده
سريع جدا وكل شيء وتمام وانتهى من الاكتيفيتي بتاعته، لكن دي ما المعايير بتاعتك انت اللي بتشتغل بيها، تمام؟ فانت ك از بروجكت مانجر يو ماست ابلاي للمعايير بتاعتك، للمعايير اللي انت خدتيها، كويس؟ طيب نحن المعايير دي بنخدها وين؟ بنخدها في حاجه اسمها الكواليتي، الكواليتي مانجمنت بلان، وده الليله ان شاء الله احنا هنتكلم عن الكواليتي مانجمنت بلان. شكرا يا شباب، شكرا. طيب خلونا نمشي لل نحن الليله ان شاء الله في الكواليتي مانجمنت عندنا فيها ثلاثه بروسيس يا جماعه. عندنا في البلاننج البروسيس بتاعت البلاننج عندنا البلان كواليتي مانجمنت، وفي الاكسكيوتنج مانج الكواليتي. هنا مانج الكواليتي يا جماعه في الاكسكيوتنج، لانك انت لما نيجي يكون عندك ديليفرابلز بتشوف الديليفرابلز دي، تمام؟ بتعمل لها بتبدا تعمل لها تشيك هنا في الحته بتاعت الاكسكيوتنج، تمام؟ تكون انت عارف والله يا اخي عشان انا ما اصل لحته بتاعت تشينج ريكويست ومشاكل وكده، انا لازم اعمل مانج للكواليتي بتاعتي، تمام؟ لما نمشي في اتفضل يا استاذه. بس سؤال عرضي معلش، نحن هنا بنتكلم على انه نحن حتى قبل ما نبدا المفروض انه يكون على البلان بتاعت المانجنج للكواليتي موجوده. ايوه اوكي، بس درشيك على ايوه في البلاننج. شكرا. تمام شكرا. طيب نحن لما نجي للحته بتاعت المانجر الكواليتي يا جماعه، احنا مقصودها شنو؟ مقصودها انه انا اعمل حسابي، لانه انا قلت يا جماعه متفقين احنا واحده من الرولز بتاعت البروجكت مانجر انه يعني he has to prevent any change، تمام؟ فانت عشان to prevent any change انت لازم تعمل مانج للكواليتي بتاعتك. طيب لما تعمل خلاص يعني انت من جيت المرحله بتاعت المونيتورنج اند كنترولنج بتعمل خلاص هنا دي الحته بتاعت الكواليتي اشورنس، بتعمل تشيك للكواليتي بتاعتك، بتشوف الديليفرابلز بتاعتك دي ميت الكريتيريا ولا ما ميت. ما ميت انت بعد بترجعها ثاني للاكسكيوتنج، تمام؟ لو حسيت انه والله الموضوع كبير وفي ديفكت كبير جدا جدا بعدين انت بتعمل تشينج ريكويست، تمام؟ عشان كده احنا دائما البروجكت كواليتي مانجمنت عندها ثلاثه بروسيسز، واحده في البلاننج اللي هي دي بتعمل بلان للكواليتي بتاعتك، في الاكسكيوتنج بتعمل لها مانج، وفي المونيتورنج اند كنترولنج بتعمل لها كنترول، تمام؟ طيب خلونا نمشي للسلايد نشوف فيها شنو. طيب زي ما قلت لكم يا جماعه ان شاء الله الليله اول حاجه حنجي نتكلم عن البروجكت كواليتي مانجمنت، نعمل لها اوفر فيو كده ونشوف انه ذات الكواليتي دي جات من وين وقصدين بها شنو. الحاجه الثانيه حنمشي نعمل بلان للكواليتي، الكواليتي بتاعتنا يعني انت از بروجكت مانجر انك انت لازم تعمل لك سيت اب للكواليتي وتحديده وتعمل لها معايير ومقاييس زي ما انت قلت قبل شويه. بعد ذاك مانج الكواليتي ان شاء الله ده الليله، بكره ان شاء الله كنترول ذا كواليتي، لكن الليله هنتكلم بس عن الانترودكشن للبروجكت مانجمنت كواليتي، وهنتكلم عن الكواليتي مانجمنت بلان والمانج كواليتي كنترول كواليتي، ده ان شاء الله هنتكلم عنهم بكره. طيب ليه نحن عايزين كواليتي في البروجكت بتاعنا؟ اول حاجه يا جماعه كواليتي مانجمنت بروسيس نحن عايزينها لان هي انكوربريتنج ذا اورجنايزيشنز كواليتي بوليسي. انت لما يكون عندك كواليتي في البوليسي في الشركه بتاعتك انت هنا لازم تجد فعيله في الحته دي، لازم تجد فعيله وتكتبها وتعمل تجي تلغن التيم بتاعك انه والله يا جماعه دي الكواليتي بتاعتنا، تمام؟ دي الحدود بتاعت الكواليتي بتاعتنا. طيب الكواليتي نحن ذاتها عايزين لها شنو؟ انه برضه دائما يا جماعه هي بيكون في سبورت كونتينوس بروسيس امبروفمنت اكتيفيتيز، نحن عشان نضمن انه والله نحن شغالين within الكواليتي بتاعتنا في امبروفمنت اكتيفيتيز دي لازم تكون طوالي ongoing في البروجكت بتاعنا، وحنجي نشوفها حنعملها كيف. بعد ذاك برضه يا جماعه في البروجكت في البروجكت كواليتي مانجمنت نحن لازم نتاكد انه البروجكت ريكويرمنت متطلبات المشروع ميت اند فاليديتد، يعني هي خلاص نحن والله كل الامور كلها تمام، وبرضو از نحن خططنا ليها. انا خططت والله انه البيت ده يطلع 5 طوابق، الشكل اللي يكون كيف واللون يكون كيف، المفروض الكواليتي بتاعتي
تكون بس قيس هذا الحاجه دي عشان نتاكد انه والله الامور كلها بعدين زي ما الكاستمر طلب وزي ما نحن عملنا بلان للبرودكت بتاعنا. وبرضه للبروجكت بتاعك انا والله البروجكت بتاعي ده انا عايز اديره بالصوره الفلانيه ومطبق فيه البي ام اي فريم ورك. اوكي انت برضك يعني واحده من الكواليتي فاكتورز انك انت تتاكد انه البروجكت بتاعك ده ماشي زي ما انت عايز تديره. يعني اي يا جماعه لايك في الـ في الـ في في الاتنشن تو ذا كواليتي طوالي هيعمل لي مشكله بتاعت ري ويرك وديفكت. يعني انت من البدايه لو ما عملت بلان للكواليتي بتاعتك كويس ولو ما تاكدت انه الكواليتي بتاعتك دي مانج وكنترول انت طوالي هتحصل عليك مشكله بتاعت انه ري ويرك. مثال انك انت عملت امبارح كان في بعد ما انتهينا من المحاضره كان في ناس جميله جدا من الشباب وفي باشمهندس الزبير اي ثينك ولا الصافي اتطرق للحته بتاعت الشوارع. فانت بتعمل في الشارع يا جماعه جات عشان تجي الحكومه تستلم منك جو قالوا لك والله يا اخي ال ال الاسمنت السمك بتاع الاسمنت ده ما 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 حسب المتطلبات. تخيل انك انت عملت مثلا عملت لك 10 كيلومتر في الشارع ده جو عملوا تشيك لقوا والله يا اخي الاسمنت ما مطابق للمواصفات. انت ممكن 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 يعني تلقى لك حجه تقول تقول يا اخي السبونسر انت ما جيت من بدري يعني انت ليه ما جيت من البدايه عملت كده. اوكي ده يعني ممكن دي خدتها على جنب لكن مشكلتك الاساسيه انت اصلا ما اشتغلت على حسب المواصفات. انت خطيت لنفسك بلان عملت كواليتي بلان لكن ما جيت طبقتها في ارض الواقع عشان كده انت جيت في الحته بتاعت الليله والله جاي الكاستمر قال لك يا اخي الشغل بتاعك ده كله ما مظبوط تمام الشارع دي فرتك ثاني. تخيل وحصلت يعني حصلت كثير جدا جدا وممكن انت تكون سايق عربيتك ماشي في الشارع او انت ماشي في الشارع تكون شفت لك حاجه زي دي. دي ليه؟ لانه في مشكله في الكواليتي. اما اصلا الكواليتي من البدايه ما 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 دعم لا بلان او ما دعم لا منك. تمام؟ فانت لازم تتاكد 100% انه والله يا اخي في الكواليتي بتاعتك دي عملت لها بلان في البروجكت بتاعك. أي سؤال يا شباب؟ طيب نمشي. طيب خلونا نشوف البروسيسز بتاعت الكواليتي مانجمنت زي ما قلت لكم ثلاثة بروسيسز اللي هي البلان كواليتي مانجمنت ودي في الحتة لما أنت تيجي تعمل بلاننج في البلاننج بروسيس. بعد ذلك في الاكسكيوتنج أنت لازم تتأكد إنه والله يا أخي الكواليتي بتاعتك دي مانج. وفي المونيتورنج أند كنترولنج تتأكد إنه والله يا أخي انا عندي بروسيس بعمل بها كنترول للكواليتي بتاعتي تمام. البروسيس دي ممكن تكون انسبكشن ممكن تكون تيستينج ممكن تكون يعني حنيجي نتكلم عنها ان شاء الله في الوقت بكره ان شاء الله. طيب خلونا نشوف في البلان كواليتي مانجمنت بروسيس دي اول واحده. دائما زي ما قلت لكم يا جماعه اي بلان في المشروع سواء كان بلان كوست مانجمنت بلان سكوب مانجمنت دي اللي هي دوكيمنت اللي هي دي انت خطه بتدير بيها البروسيس دي بتخط فيها البوليسي بتاعتك بتخط فيها القوانين بتاعتك تمام. طيب نحن في البلان كواليتي مانجمنت بروسيس هي البروسيس اوف ايدنتيفاينج كواليتي ريكويرمنتس متطلبات الجوده تمام والمقاييس للبروجكت بتاعك والديليفرابلز بتاعت البروجكت تمام. بمعنى ثاني انه والله يا اخي ما انا عندي برودكت وعندي بروجكت لما جيت عملت السكوب عملت سكوب للبروجكت بتاعي وسكوب للبروجكت انا برضه داير اعمل لهم كواليتي الاثنين اتاكد انه والله يا اخي المشروع بتاعي ده 100% عشان بعدين يطلع لي برودكت 100%. هنا برضه انت بتعمل شنو؟ بتعمل دوكيومنتنج هاو ذا بروجكت ويل ديمونستريت كومبلاينس ويز ريليفنت كواليتي ريكويرمنتس تمام. انه والله يا اخي المشروع ده مطابق للمقاييس والمواصفات اللي انا خطيتها. فانت دي هنا بتكتبها كلها في الكواليتي مانجمنت بلان بتاعتك. برضه يا جماعه الكواليتي مانجمنت بلان بتحدد لك الجايدنس والدايركشن how quality will be managed. يعني انت كيف بعدين هنا في الحته بتاعت البلان كواليتي مانجمنت بتحدد انه والله يا اخي انا الكواليتي بتاعتي دي بقيسها بكده والكواليتي بتاعتي دي بجي بعمل لها تشيك بكده تمام. فدي كلها انت بتكتبها
وبتعمل لها ترين للاستاف بتاعك في الوقت اللي انت بتعمل بلان للبروجكت بتاعك. في اي سؤال يا شباب؟ طيب في يا جماعه في الكواليتي، الكواليتي دي طبعا يعني اكثر فيها حاجه فيها تيرمز، فالتيرمز دي احنا لازم نفهمها كويس. يعني واحده منهم كلمه كواليتي. كواليتي دي يا جماعه هي the degree to which a set of inherent characteristics fulfill the requirements. كواليتي بالنسبه للدكتور وهاب الله في المجال الطبي بتختلف عن خالد في المجال بتاع التعليم، بتختلف عن سلمى في مجال البرمجه، بتختلف عن الغصواء وفاطمه وروى في المجال بتاع الكونستراكشن، بتختلف عن عامر والزبير في المجال بتاع الميكانيك، تمام؟ فالكواليتي دي يا جماعه هي ما 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 كلمه كواليتي دي ما معناها خلاص كواليتي، لا، هي ذاتها بتختلف من حته لحته. فهي عشان كده مهمه جدا يخطوا علينا هنا في الحته بتاعت البروجكت مانجمنت، تمام؟ طيب عندنا حاجه اسمها الجريد. الجريد دي يا جماعه as a design intent is a category assigned to deliverables having the same functional use but different technical characteristic. اضرب لكم بقى مثلا، انت عايز تبني بيت، تمام؟ البيت ده جيت عملت الاعمده بتاعتك اللي انت عملتها دي، انت اصلا ما دار تبني خمسه طوابق ولا دار تبني، دار تبني طابقين بس. الاعمده اللي انت عملتها دي ما في مشكله، بتتحمل لك الطابقين، تمام؟ فده نحن هنا بنسموه الجريد. لكن اذا انت من البدايه عايز تعمل البيت ده خمسه طوابق، انت لازم تتاكد انه الاعمده اللي حتعملها دي حتتحمل لك الخمسه طوابق، والا حتحصل معك مشكله. لكن انت لو داير تعمل البيت ده طابق واحد ما فرقت معك، تمام؟ انك انت مثلا تقلل السيخ، تقلل الاسمنت، تقلل، دي ما في مشكله، دي نحن هنا بنسميها الجريد، تمام؟ طيب عندنا البريسيشن اللي هي دي الميجر اوف اكزاكتنس، تمام؟ يعني انا والله عندي الميجر بتاع الاكزاكتنس بتاعتي انه السمك بتاع الاسمنت او السمك بتاع الصبه يكون مثلا 25 سنتيمتر مثلا، يعني انا ما عندي هاي لكن بس بضرب لكم مثلا. فانت خلاص ده الميجر بتاعك، انه والله يا اخي البتاعه دي لو عملت معاي 24 سنتيمتر 0.999، لا دي بتكون جريد بالنسبه لي، لكن دي ما 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 بريسيشن. البريسيشن لازم تكون انت حسب الحاجه اللي خطيتها لي. انا والله عايز السمك بتاع الصبه يكون 25 سنتيمتر 25 سنتيمتر، لو طلع لي 24 سنتيمتر 0.99 ده هو ما بريسايز لل 25، لكن ده بيمشي لي الشغل يعني. فانا ده بسميه هنا في الحاله دي بسميه جريد، تمام؟ طيب انت الكواليتي بتاعتك بتحسبها بالبريسيشن ولا بتحسبها بالجريد؟ دي بترجع لك لي انت از بروجكت مانجر، تمام؟ يعني انا مثلا ثاني بس عشان اكرر لكم الحته دي، انا خدت السمك بتاع الصبه 25 سنتيمتر، تمام؟ ده في الكواليتي بلان بتاعتي. لو انا وصلته 25 سنتيمتر ده كواليتي خلاص. طيب لو وصل عندي 24.99، هل ده انا عندي كواليتي ولا عندي جريد؟ انت المفروض تحدد الحاجه دي في الـ في الـ في البلان بتاعتك، انك تقول والله يا اخي جريد 24.5 ده انا بالنسبه لي جريد، لكن 25 ده بريسايز، تمام؟ دي ما عندها قانون، لكن انت بس تكون عارف انك انت الجريد وين والكواليتي بتين. دي بتتحدد انت على الـ يعني مثلا في المباني بتتحدد انه والله يا اخي العمود ده السمك بتاعه لو مثلا وصل نقص نص سنتيمتر معناه ما انا ما بقدر بعمل الخمس طوابق، بعمل اربع طوابق بس، وهكذا. ممكن الشباب بيكونوا فاهمين اكثر مني. طيب عندنا حاجه اسمها accuracy measurement of correctness. يعني مثلا انا عندي ال 24 سنتيمتر 0.99 دي عندي accuracy، تمام؟ لكن الجريد 24.5، تمام؟ اجين الحاجه دي ما يعني انت اللي بتخط لها قانون، انت بتخط انه بتين انا عندي الاكيرنسي، بتين عندي البريسيشن، بتين عندي الجريد، بتين عندي ديل كلهم عشان يجوا تقيس بيهم الكواليتي بتاعتك في المشروع بتاعك او في الاكتيفيتي
اللي انت شغال فيها. في سؤال يا شباب لحد الان؟ الامور تمام؟ ما عندنا حسابات الليله ما عندنا. تفضل يا خالد. هل دي ممكن تكون من environmental factors اصلا؟ تكون environmental factors بالضبط كده. ممكن تكون هي مش environmental, هي تكون OBA organizational asset. organization yes, organization yes. اوكي مظبوط. يعني انت في الاسيد بتاعتك انت تكون محدد الجريد بتاعتك وين والبريسيشن والاكيرسي. اوكي تفضل يا استاذه. دي السلام عليكم. البريسيشن دي هي مقياس معيار يعني ولا شنو البريسيشن؟ ايوه دي هي معيار للاكزاكتنس بتاعتك. يعني انت مثلا في المشروع بتاعك حتى السمك بتاع الصبه 200 يكون 200 يكون يعني مثلا خمس, لو هو انت خدته 25 انت إيه. هل عندك البريسيشن بتاعته 25 ولا 24.99؟ ايوه تمام. فانت دي شنو دي انت بتحددها انت في الكواليتي بتاعتك وحسب المشروع وحسب يعني مثلا في مشاريع يعني مثلا زي الـ مثلا نسي على امصار دكتور وحبه. ايوه تخليها الامصال دي الحاجات دي ما فيها يعني لازم يكون فيها بالملي يعني او مش بالملي باقل من الملي. اي حاجه فيها هيومن ريسك فلازم تكون بريسيجن. تكون بريسيجن بالضبط كده شفتي. فبتختلف من مشروع لمشروع. تمام. لكن انت بتشيل التيرمز ديل لازم انت تدخلون في الكواليتي مانجمنت بتاعتك الكواليتي مانجمنت بلان بتاعتك. يعني 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 البرسيشن دي يعني بجهاز معين يعني قياسها كيف؟ هل هي يعني في حاجه معينه بتقيس بها لما حسب يعني مثلا انت خليها حسب البلان من البدايه. انت بتخط السيتنج دي في البدايه انا داير الحاجه دي تكون بكواليتي كذا مثلا. هي دي بعدين انت يو هاف تو ميت ات. اف يو didnt meet it this means is under quality ولا ما اعرف المصطلح. نحن لما لو بتتذكري في الكوست نحن لما بدينا الكوست انه لازم انت تشوفي المجر اللي حتشتغلي بها في البروجكت بتاعي. يعني مثلا البروجكت لو شارع لو طرق شغل بتاع طرق معناها يا بالامتار يا بالكيلومتر يا بالسنتيمتر. ايوه تمام. لو مثلا لو السرعه بتاعت انترنت نحن بنقيسها بالميجا بت. تمام. لو تمام. مثلا بنيان هل نحن بنقيسه بشنو؟ كويس. فهي دي شنو دي انت لازم دي حسب المشروع اللي انت شغاله فيه. المشروع بتختلف من مشروع لمشروع يعني المشروع. تمام كده وضحت. طيب نحن دارين نشوف يا جماعه الكواليتي دي اصلا ذاتها جات من وين. في عندنا حاجه اسمها ثيوري اوف ذا كواليتي. عندنا مثلا زي جوزيف جوران ده قال شنو عن الكواليتي. هو ده الراجل الديفلوب 80-20 رول. كويس. هو قال 80% of the problems are caused by 20% of the root cases. تمام. يعني بمعنى تاني لو انت قدرت تعالج ال 20% من الروت كيسز انت بتعالج 80% من المشاكل بتاعتك. تمام. وهو ده الراجل ده ديفاين ذا كواليتي از فيتنس فور يوز. هو يعني برا انه والله يا اخي الكواليتي دي فيتنس فور يوز. تمام. ففيتنس فور يوز دي ممكن نهاد واستاذ خالد يشرحها لنا بالعربي مقصود بها شنو يعني. طيب نمشي لعندنا ادوارد دبليو ادوارد ديمينج. ده قال شنو؟ ده هو ديفلوب 14 steps to the total quality management and plan do act check. طيب لو انتوا مرت عليكم الترمز بتاع بلان دو اكت تشيك ده هو الراجل ده هو الانفنتد الحاجه دي اللي هو دبليو ديمينج. انك انت اول حاجه بتعمل بلان لاي حاجه انت دار تعملها بعد ذاك بتبدا في التنفيذ في التنفيذ بتاع
تمام. بعد ذاك بتبدا في معالجه الاخطاء بتاعته. بعد سوري بعد ذاك بتبدا في الاكت. اخيرا بتبدا تعمل تشيك. اكت دي ممكن برضو علاج للمشاكل. يعني انت شغال في حاجه قبل ما تصل للمرحله بتاع تشيك بتقوم سريع بتعمل لها ريفيو. اخر حاجه تشيك تمام. فهي دي الراجل ده. وبرضو من ضمن الحاجات اللي عمل 14 ستيبس بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت. دي كلها يعني عندها متعلقه بالكواليتي. عندنا فيليب كروزبي ده هو الراجل ده يا جماعه مشهور بالكونسبت اوف ذا كوست اوف باور كواليتي. يعني انك انت دائما الباور كواليتي عندها ثمن تمام. وهو believes that the quality is confirming to requirements. يعني انت الكواليتي بتاعتك دي انت محتاج ليها عشان تصل للمتطلبات بتاعتك. انت محتاج يعني اي كواليتي لازم انت يعني اي حاجه انت داير تعملها لازم يكون عندها كواليتي عشان انت تصل ليها بصوره سليمه تمام. فالناس دي اللي هم يا جماعه ممكن اللي قدام انت تمشوا تقروا عنهم دي اشهر ناس في الموضوع بتاع الكواليتي. طبعا دي هنا ما اتوقع انه بيجي عندنا سؤال في الامتحان، لكن بس ممكن يجيك حته بتاعت تشيك انك انت تستعمل اي واحد فيهم يعني. طيب نجي نشوف الكونسبت دي هي المهمه. طيب الجول بليتنج، الجول بليتنج ده يا جماعه احنا اتكلمنا عنه قبل كده في اول محاضره. الجول بليتنج ده مثلا تعمل انت حاجه للكاستمر هو اصلا ما طالبه منك، يعني بس انت بتعمل له عشان انه مثلا داير يعني ترضيه داير تكسبه تمام. فده احنا بنسميه الجول بليتنج. فالجول بليتنج يعني فوربيدن، يعني ما تحاول تعمل لاي زول في مشروع عنده باقي مواد فضلت، عنده باقي عده فضلت كويس، دي انت بتشوف ان الحاجه دي تابع عليك انت ولا تابع عليه هو. لكن ما تحاول انك انت مثلا بتعمل له في ويب سايت، هو عايز الويب سايت تكون فيه خمسه صفحات، انت تقوم تعمل له صفحه سادسه، تقول له والله يا اخي انا حاسي لا، دي لو ما في البلان ما تعمل اليوم، لانه دي بتشيل منك جهد وبتشيل منك بتشيل منك زمن. وجهد وزمن معناه قروش. وهو ذاته ممكن اللي قدام الحاجه دي يدفع عليه عشان يعمل لها مينتنس. فانت عشان تريح راسك من الموضوع ده ما تعمل اي حاجه اسمها جولد بليدنج في البروجكت بتاعك. بريفنشن اوفر انسبكشن، انت دائما في البروجكت بتاعك ده يا جماعه في الحته بتاعت الاكسكيوتنج لازم تعمل انسبكشن طوالي، لانك انت لما تراغب وتجي تفتش وتعاين وتشوف في حاجات كثيره بتقدر تمنعها. لكن لو مشيت انت قعدت في مكتبك والناس شغالين وما جايب خبر وكذا، لما تيجي في المرحله بتاعت التسليم المشاكل حتظهر لك. فانت عشان تريح راسك فمن بدري امشي راغب طوالي اول باول، شوف الكواليتي بتاعتك ميت ولا ما ميت، في اي مشكله بتاعت معالجه عالجه immediately. طيب عندنا المارجنال اناليسيس. في يا جماعه في سؤال؟ انا شايف في زول عنده سؤال. طيب المارجنال اناليسيس دي يا جماعه اللي هي شنو؟ اللي هي لوكينج فور ذا بوينت ويا، انا بس دارك لكم النا بتاعها، لوكينج فور ذا بوينت ويا ذا بينفيت اور ذا ريفينيو تو بي ريسيفد فروم امبروفينج كواليتي ايكوالز ذا انكريمنتال كوست تو بي تو اتشيف كواليتي. يعني مثلا انك انت الكواليتي بتاعتك دي لو ما متاكد انه ان هي يعني حيكون عندها مردود ما تعمل. باختصار كده يعني عندك داير حاجه يعني كواليتي، مثلا انا والله داير اعمل اجي الليله اتاكد من مثلا الامتحانات، امتحانات الطلبه كويس، امتحانات الطلبه دي ذات الكورسات اللي بتتعمل دي بروجكت، انه والله يا اخي انا داير اعمل للطلبه ديل كل اسبوع داير اعمل لهم تيست تمام، والتيست ده لازم يصحح
والتست ده لازم اي طالب فيه يجيب فيه اوفر 80 تمام. ده ما جهدي لك وجهدي للطلبه وكمان استهلاك للريسورسز. انت الحاجه دي هل انه فعلا هتخدم الطلبه وتخدم المسيره التعليميه بتاعتك؟ لو لو يس اعملها، لو ما يس ما تعملها، ما تتعب ساكت فيها تمام. زي مرات نحن بنلقى يا جماعه طالب جايب الدفتر بتاعه ويسطر بالسنتيمتر وبشنو كده وشنو، يعني هو حاجه جميله يعني، لكن هل هو ده بيخدم الكواليتي؟ الكواليتي اللي بيعمل فادي هل هي بتخدم النتيجه النهائيه؟ لو ما بتخدم النتيجه النهائيه ما تعمل. فده ده المعنى بتاع مارجنال اناليسيس. طيب عندنا يا جماعه المصطلح ده، خليه ده مصطلح ياباني ممكن يكون مر على الشباب المهندسين، الكازن اللي هو الكونتينوس امبروفمنت. انت طوالي بتكون في حته بتاعت امبروفمنت، لوكينج فور سمول امبروفمنت، يعني طوالي انت شفت بتراغب يعني الحاجات الصغيره وتعمل لها امبروفمنت باعتبار انه الحاجات دي هي كلها هتتبني مع بعض وتوصلك للنتيجه النهائيه تمام. عندنا مصطلح جميل جدا جدا اللي هو جاستن تايم. جاستن تايم ده برضه ده من المصطلح من الشركات اليابانيه. المصطلح ده معناه، المصطلح ده بيعني انك انت لما تكون محتاج مثلا انت شغال في زي الدكاتره، انت في النهايه بتاع العمليات وكده، في العمليات دي انت محتاج لتولز، محتاج لمثلا لصقات، محتاج لحاجات خياطه، محتاج لشنو، انت بدل الحاجات دي تكون قاعده موجوده انت بس تجيك في الوقت اللي انت بتحتاج له تمام. فهذا نحن بنسميه جاست ان تايم. واحده من الاسئله يا جماعه انه مثلا نيسان، الشركه بتاعت نيسان، الشركه بتاعت نيسان المرايات، ممكن عامر يكون الموضوع ده بيقع له سريع، المرايات لما يكونوا محتاجين ليها خلاص يجي الوقت بتاع تركيب المرايات، بيتصل للحته بتاعت المصنع قبل 7 دقائق. يعني مثلا انه والله يا اخي بكره الساعه 10 نحن حنبدا التركيب بتاع المرايات، الساعه 10 الا 7 دقائق بتكون الشاحنات دي نزلت العدد المطلوب بتاع المرايات تمام. فالمصطلح ده اللي هو مهم، شنو المصطلح ده؟ اول حاجه بيسهل عليك الحته بتاعت التخزين، يعني انت ممكن عندك مشكله بيسهل عليك انه في زول ثاني هو اللي عامل شكل المرايات دي، المرايات دي بتجيك جاهزه انت بس بتفتح الصندوق وبتركب تمام. فدي اسمها جاست ان تايم. طبعا هي عندها ديس ادفانتج وعندها ادفانتج، فانت بتشوف انه البروجكت بتاعك ده والله انا محتاج له في جاست ان تايم. طبعا حاجه زي دي في السودان ما في زول يجربها، لانك انت والله لو معتمد بتاع الاسمنت يجيب لك جاست ان تايم انسى. طيب عندنا يا جماعه حاجه هنا برضو، توتال كواليتي مانجمنت. توتال كواليتي دي طبعا فلسفه يا جماعه بتشجع ال اتفضل يا استاذه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الو ايوه الصوت ما واضح. جست ان تايم دي ما ممكن الباتشرات اللي بتعمل قلت لك يا دكتور. ايوه الو قلت لك يا دكتور الباتشرات بتاعت الصبه دي احنا ما لك الجست ان تايم دي حسي الباتشرز اللي بتعمل الصبه في المباني دي ما ممكن نعتبر جاست ان تايم؟ يس دي جاست ان تايم. ايوه مظبوط. ايوه صح مظبوط جاست ان تايم. يس يعني هي باختصار كده جاست ان تايم اي حاجه انت محتاجه ليها تجيك في الوقت اللي انت محتاجه له. يعني انت مثلا الصبه دي محتاجه ليها الاسبوع الجاي يوم الاثنين الساعه 8 صباحا الباتشرات دي كلها تكون واقفه في الصاي، فدي هي جاست ان تايم. تمام. طيب التوتال كواليتي مانجمنت يا جماعه هي فلسفه بتشجع الاورجنايزيشن والتيم انه يعني فوكس عشان امبروفينج الكواليتي تمام. دي اسمها توتال كواليتي مانجمنت. هي فلسفه ذات انكورج اورجنايزيشن اند امبلويز تو فوكس اون فايندينج ويز تو
to continuously improve the quality of their business practice and products. يعني طوالي هي حتة بتاعت انت بتشجع التيم بتاعك انه طوال يعملوا امبروفمنت للشغل بتاعهم ويعملوا امبروفمنت للبرودكتس بتاعتهم. دي طبعا بتتطلب منك انت يكون عندك سيستم بتاع ريورد تشجع الناس، تشجع التيم بتاعك، تشجعهم باعتبار انك تديهم هدايا، تديهم اجازات، تديهم اللي هي ترقيات كويس، فعشان انك انت هم يشجعوا لك. لكن لو ما انت اصلا عندك سيستم بيشجعهم ما هيشتغلوا لك الحاجه دي. فهي دي حاجه طبعا بتطلع منك انت، انك انت والله لو داير تطبق التوتال كواليتي مانجمنت اول حاجه تمشي شغل السيستم بتاع ريوردنج، عشان تبدا تشتغل في الناس دي يعملوا لك التوتال يعملوا لك توتال كواليتي مانجمنت او تيو كي ام. التيو كي ام يا جماعه برضه هي حاجه جميله جدا، يعني اللي قدام لو مشيتوا قريتوا الثلاثه حاجات دي فهم حاجات جميله جدا يعني، وعلم يعني غايم بذاته اللي هو في الاوبريشن مانجمنت. طيب ريسبونسبيلتي فور كواليتي، ريسبونسبيلتي فور كواليتي دي يا جماعه دي يعني المعنى بتاعها واضح، يعني دي كل الاورجنايزيشن تكون مسؤوله من الكواليتي. يعني مثلا البروجكت مانجر يكون مسؤول من الكواليتي للبروجكت وللبرودكت. التيم يكونوا طوالي يعني يتاكدوا من الشغل بتاعهم، يعني طوالي في حاله بتاعت فيجرس تشيكينج، يعني يتاكدوا والله انه دي كلها تمام، الامور كلها تمام، هنا الاكتيفيتي دي الريسورسز بتاعتها جاهزه بدت في وقتها، ما في اي مشكله تمام. فهي دي اي واحد شغال في بروجكت مسؤول من الكواليتي تمام. طيب في حاجه اخيره اللي هي امباكت اوف باور كواليتي، يعني انت لازم لما يكون عندك بور كواليتي، سوري لما يكون عندك بور كواليتي يا جماعه دي اللي هي بعد المشاكل اللي بتحصل لنا، يعني زي ما يعني دي السودان ده امسكه بس من طرف كويس الا من رحم ربي، في بور كواليتي كده ما عاد يمين ما تنزل من مطار الخرطوم ده كويس. في يعني اتذكر ان احنا واحده من المرات مسافرين ماشيين الخرطوم، نزلنا في المطار واقفين في الصف، ما في بتاع شرطه عشان يختم لنا الجوازات بتاعتنا تمام. ساقوا الناس اللي عندهم جوازات سودانيه بالجنبه ونحن وقفونا بالجنبه، وكانوا معانا ناس اجانب وكده يعني، فواقفين منتظرين. واحد من الخواجات دي قال عايز حمام، يعني احنا دخلنا فيها ظفرنا ما في الحته بتاع صاله الوصول دي ما في اي حمام، واقفين منتظرين. بعد شويه بعد اظن ساعه ولا ساعه ونص جاء واحد بكيس كويس لابس له كده اسمه شنو، لابس له بدله سفاري، شايل له كيس، شال الجوازات بتاعتنا دي يعني في كيس ومشى، ما قال لنا والله يا اخي نحن الجوازات بتاعتكم دي حنعمل او حنحرقها او حنعمل لها حاجه، ولا في زول سال، لانه الخواجات دي بيكلمهم بيقولوا لهم والله لما تمشوا بلد العالم التالي دي تسكت وساكت، ما في زول يحتج. فدي مش بور كواليتي، دي يعني حاجه كده يعني شوفوا الامباكت بتاع عشان شوفوا التاثير بتاع عشان التاثير على الناس الجايين وتاثير على ناس البلد بتاعتهم كويس، وغيز على ذلك. فانت واحد من الدور بتاعك المؤسسه اللي انت شغال فيها دي انت مسؤول برضك من الكواليتي، ما المانجر برا، كلكم انتم مسؤولين من الكواليتي تمام. فواحده من في المشاريع دائما يا جماعه لما يكون عندنا مشكله بتاعت كواليتي اول حاجه الكوست حيزيد تمام، لانك انت حتكون في مرحله بتاعت ري وير ومرحله بتاعت انه والله في ديفكت هنا نصلحه هنا، وبعدين بيكون شنو؟ بيكون في لو مورال، ودي اخطر حاجه. يعني لما يكون عندك شغال انت في مشروع والمشروع ده كله مره الحاجات نصلح دي ودي اتكسرت ودي شنو، بعد ما في زول يعني ما بكون عنده نفس ذاته يشتغل يعني، فالناس اللي بيكونوا بس جايين شغالين تاديه واجب بس الواحد يقول لك والله حل المرتب تمام. دي برضه يا جماعه بليد تو ذا لو كاستمر ساتسفاكشن، الكاستمر ده ما حيرضى عنك، يعني انت جيت والله الحاجه دي مكسوره رجعها، حتى لو مشيت صلحتها له ثاني خلاص حياخذ عنك فكره سيئه جدا جدا تمام. برضو انت حتشتغل تبدا بدل انك انت والله تشتغل في المشروع بتاعك وتواصل الحاجات بتاعتك حتبدا في اعاده شغل ريوير تمام. دي بتاثر على السكيدل بتاعك، يعني السكيدل بتاعك حيتاخر. فالامباكت اوف بور كواليتي دي حتضرب لك الكوست بيس لاين، حتضرب لك السكيدل بيس لاين، وحاط تضرب لك السمعه بتاعتك او الكاستمر ساتسفاكشن واللي هي السكوب بيس لاين.
تمام يا شباب. فالسبع حاجات دي يا جماعه مهمه جدا جدا انك انت تكون فاهم، يعني تكون فاهم وتكون عارف. والله يا اخي ديل ال 7 concepts of quality management. في اي سؤال؟ طيب احنا نجي نشوف البروسيسز بتاعت الكواليتي مانجمنت. عندنا ثلاثه بروسيسز هنا في الكواليتي مانجمنت، في البلان كواليتي مانجمنت يا جماعه. اول حاجه نحن لازم نعرف الكواليتي، زي ما نحن قبل ضربنا مثل بتاع انه الكواليتي والله بتفرق من 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 بروجكت لبروجكت، تمام. فانت لازم في البروجكت بتاعك ده في الحته لما تيجي تعمل البلان كواليتي مانجمنت تحدد الاسكوب بتاع الكواليتي بتاعتك. والله يا اخي الكواليتي بتاعتي دي انا بتعني 1 2 3، تمام. طيب نحن نتاكد كيف انه والله يا اخي الكواليتي بتاعتنا دي مت. فانت هنا في الكواليتي مانجمنت بلان برضه بتاخد الكريتيريا بتاعت الكواليتي بتاعتك، تمام. هنا بترجع لفايند فايند اكزيستنج ستاندردز ريكويرمنت، زي ما قال خالد انت ترجع للاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس بتشوف انه والله يا اخي انا قبل كده عندي ستاندرد في الشركه دي شغالين بيها، فنحن لازم نمشي على نفس الستاندرد. اي بروجكت يا جماعه لانه البروجكت يونيك زي ما اتفقنا من البدايه انك انت بتحتاج اديشنال بروجكت سبيسيفيك ستاندرد، انه والله يا اخي البروجكت بتاعي ده بتاع اي تي عنده سبيسيفيك ستاندرد، البروجكت بتاعي ده والله بتاع ريسيرش فريم ورك عنده سبيسيفيك ستاندرد، مشروع طبي عنده سبيسيفيك ستاندرد، وهكذا. برضه هنا يا جماعه انت بتحدد وات ورك يو ويل دو تو ميت ذا ستاندرد، انت المفروض تعمل شنو عشان تو ميت ذا ستاندرد. بتقيس الكواليتي بتاعتك دي كيف؟ برضه المفروض تحددها هنا في البلان بتاعك. بلس ذا نيدز فور ذا كواليتي سكوب كوست تايم ريسك ريسورسز اند كاستمر ساتسفاكشن، يعني لازم يكون في بالانس بين بين الحاجات دي كلها. لانك انت لو ضغطت على الكواليتي شديد انت معناها حتضطر التايم بتاعك يزيد وممكن تحتاج لقروش زياده، ودي حتدخلك في ريسك وحتدخلك في لاك اوف ريسورسز. فلازم الحاجات دي يا جماعه تكون كلها ماشيه مع بعض، الكواليتي والسكوب والكوست والتايم والريسك والريسورسز، واللي هي في النهايه ليد تو ذا كاستمر ساتسفاكشن، تمام. هنا في البروسيس دي انك انت كريت كواليتي مانجمنت بلان، بتحط الحاجات بتاعتك دي كلها، الاسئله بتاعتك دي والتساؤلات دي بتجاوبها وبتطلع البروجكت مانجمنت بلان بتاعتك، تمام. طيب نجي نشوف في المانج كواليتي. في المانج كواليتي يا جماعه نحن اول حاجه نجي نشوف نتاكد انه ويتش ستاندرد وي فولو. انا ما هنا في المرحله بتاعت البلان كواليتي خطيت الستاندرد بتاعتي، لما نجي هنا في الاكسكيوتنج لما نجي اعمل مانج كواليتي اشوف انه هل انه انا ماشي مع الستاندرد بتاعتي ولا ما ماشي. يوز ميجرمنت فروم كنترول كواليتي، انا عملت الميجرمنت بتاعتي بالسنتيمتر بالمليمتر حسب المشروع بتاعي، كويس. برضو انا هنا المفروض اكون عارف انه انا ماشي عليها ومستعملها. طوالي انا في مرحله بتاعت امبروفمنت دائما اعمل كواليتي اوديت، يعني دائما اجي افتش المشاكل ولازم طوالي احلها في وقتها، يعني عشان يكون انه والله الكواليتي بتاعتي دي تكون اون ذا توب اوف ذا جيم. شوف دائما فايند جود براكتسز، يعني انت في التيم بتاعك ده، التيم ده لما انت تكون عامل له مانج بطريقه جميله ويكون كلهم يعني حاجه واحده وكده، اكيد التيم ده حيتفجر بحاجات جميله ويطلع لك حاجات جميله، تمام. فانت دي محتاج ليها للمورال بتاع الناس كلها، ومحتاج لها للمورال بتاع البروجكت. فانت لازم تكون يعني زي ما نقول احنا في اللغه بتاعتنا تكون مفتح، يعني انت انك انت تدير الناس بتاعك ده بصوره جميله وبصوره ذكيه تخليهم يطلعوا اجمل ما عندهم. الحاجات الجميله تطلعها دي انت شير مع الـ مع الـ مع الاورجنايزيشن، تمام. شيرت مع كل الناس في الـ في الاورجنايزيشن، يعني ما والله بس عندك التيم بتاعك بتاع مثلا ناس عامر ديل ما شاء الله طلعوا حاجات جميله وكده وكده، انت بس تديهم يوم اوف وكده وتنسى الموضوع على كده. لا، تعال جيب ناس عامر ديل للتيم الثاني قول لهم والله ناس عامر ديل عملوا كده وعملوا كده، وخليهم يحكوا الحاجه هم العملاء دي ذاته، عشان دي ذاته بتدي موتيفيشن لباقي التيم، تمام. دي الحته بتاعت مانج كواليتي. لكن يا دكتور هنا يقول لك اقول فكره حقتنا،
ترى دي ما لما ما يكون في ريورد، لما يكون لما يكون الاورجنايزيشن فيها بوس ما فيها ليدر. تمام تمام. لما تجي في الحته بتاعت الكنترول كواليتي، انت لازم تتاكد تشوف تسال نفسك السؤال ده، ار وي ميتنج ستاندرد؟ انت ما قبل خطيت ستاندرد، هل انت ميت الستاندرد دي؟ يكون عندك ميجر للكواليتي، الكواليتي بتاعتك دي خلاص انت هنا تجي تعمل لها ميجر. والله يا اخي السمك بتاع الصبه 25 سنتيمتر، هنا طالع لي 25 سنتيمتر 100%، مشيت قدام شويه طلع لي 24 سنتيمتر 99، ما في مشكله. لقيته في حته طلع لك 22 او 23، معناه انت عندك مشكله في المانج كواليتي. مين ما عملت مانج كواليتي للحاجه دي من بدري، فحتدخلك في مشاكل ثانيه. دي اللي هي الفاليديتد ديليفربل. فاليديتد ديليفربلز اللي هي انت بتتاكد انه والله يا اخي السمك بتاع الصبه ده كله 24، اسوء حاجه فيه 24 99، معناه خلاص انا ما عندي مشكله. دائما يكون عندك برضه تشيك ليست من الحاجات اللي انت بتعمل بها تشيك للكواليتي بتاعتك، بتستعمل تشيك ليست بتشوف انه والله البوكس ده هاز بين ميت تك 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 تك. تمام. فواحده كبير من الشابات اللي معانا هبات، فقالت انه هم عندهم كنترول بيعملوه في كل اسبوع تقريبا. في المعمل بيشوف انه والله يا اخي الاسبوع ده عملوا كم فحص وعملوا كده وعملوا كده. تمام. فهي دي برضه دي واحده من الكنترول كواليتي تشيك. لو في اي مشكله ظهرت لك طبعا هنا خلاص دي الحته بتاعت انك بتعمل انت سبميت تشينج ريكوست، عملت تشيك للديليفربلز بتاعتك، لقيت انه في مشاكل وفي كده، انت بعدها خلاص ما عندك حل الا يعني تتبلبل زي ما بيقولوا، فسبميت تشينج ريكوست. الحته بتاعت طبعا هنا بكون عندك ليسون جميله جدا جدا طلعت بيها حاجات جميله كويس من كل الشباب وكده، لازم تعمل ابديت للليسون لين. تمام. فنحن هنا الحاجات دي كلها هنشوفها بالتفصيل الليله، باقي يعني باقي الكام سلايد دي وبكره. في سؤال يا شباب؟ طيب سريع كده يا جماعه نشوف في البلان كواليتي مانجمنت، نشوف الانبوت تول تكنيكس اند اوتبوت. في الانبوت يا جماعه الحاجات كلها تقريبا واضحه لنا، ما في حاجه جديده كويس، اللي هي البروجكت شارتر، البروجكت مانجمنت بلان، ريكوايرد مانجمنت، اوكي كل الحاجات دي. الحاجه اللي لسه بس ما اتطرقنا ليها ان شاء الله هنتطرق نبدا فيها من بعد بكره، اللي هي الريسك، الريسك مانجمنت بلان. فانت دي كلها بتحتاج ليها عشان تخطط للكواليتي بتاعتك. التولز اند تكنيكس كلها مرينا عليها يا جماعه، الاكسبير جادجمنت، الداتا جاذرنج، الداتا اناليسيس. الحاجه الوحيده الجديده علينا اللي هي كوست اوف كواليتي، ودي هتكلم عنها بعد شويه. عندنا الديسيشن ميكنج، عندنا الداتا ريبريزنتيشن، انك انت بعدين الداتا بتاعتك دي تعمل لها ريبريزنت بشنو، بالفلو شارت، باللوجيكال داتا موديل، ماتريكس دايجرام، مايند مابينج. تمام. عندك برضو واحده من التول اند تكنيكس التيست اند انسبكشن بلاننج، انت بعد ما عملت البلان بتاعتك دي خططتها بتاعت الكواليتي دي، انت برضه لازم تعمل لها انسبكشن، تشوف انه والله يا اخي البلان بتاعتي دي ذاتها within the quality بتاعي انا. تمام؟ طبعا اكيد محتاج لميتنجز. اي يا جماعه اي بلان في البروجكت بتاعنا، بلان كوست مانجمنت سكيدول، واحده من التولز والتكنيكس بتاعتها الاكسبير جادجمنت والميتنجز. ده اللي بتلقوهم في كله في كله في كل المرحله بتاعت البلان. الاوتبوت اللي احنا قاعدين نطلع بيها يا جماعه التوتال سوري كواليتي مانجمنت بلان والكواليتي متريكس اللي هي القياسات اللي حنقيس بيها الديليفربلز بتاعتنا. بنعمل مانجمنت البروجكت مانجمنت بلان ابديت، الحاجات كلها بنعمل لها ابديت اللي استعملناها هنا. الريسك مانجمنت بلان نعمل لها ابديت، السكوب بيز لاين. تمام. بروجكت دوكيمنت كلها دي بنعمل لها ابديت. طيب خلونا نشوف يا جماعه الكوست اللي هي مش ال يس كوست اوف كواليتي. الكوست اوف كواليتي يا جماعه اول حاجه نحن عندنا حاجه اسمها الكوست بنفيت اناليسيس، اللي هي دي الويت بنفيتس سي تي ما اتعملت هنا معلش، ويت بنفيتس فيرسس ذا كوست اوف ميتنج كواليتي ريكويرمنت. زي ما قلت لكم انتوا يا جماعه اي كواليتي انت داير تعملها دي عندها كوست، لكن اتاكد انه يا اخي الكواليتي الكوست اللي انت بتخسر في الكواليتي ده بتجيب حقه، لو ما بتجيب حقه ما تعمله، حيكون ويست اوف تايم ويست اوف موني.
نجي نشوف الكوست اوف كواليتي. الكوست اوف كواليتي يا جماعه هيلب تو ميك شور ذات ذا بروجكت از نوت سبيندينج تو ماتش تو اشور كواليتي. هو نفس الكلام انه والله يا اخي انا الكواليتي بتاعتي دي ما عايز ادفع فيها قروش زياده ودخلني بعدين في ريسك يعني انه تاثر على البودجت بتاعتي. فانت دائما الكواليتي اللي انت هتعملها هتعمل مثلا تريننج هتعمل ريوردنج للتيم بتاعك عشان يطلعوا الحاجات الجميله وكده او تعمل ميجرمنت دي لازم تكون ويدين البودجت بتاعتك اللي اتكلمنا عنها امس. ما تكون حاجه زياده. اي زياده بتدخلك في مشكله بتاعت ديفيسيت. سوري برضو يا جماعه عندنا في الكوست اوف كواليتي عندنا حاجه اسمها كونفورمنس اند نون كونفورمنس. في زول يا جماعه الحاجه دي مرت عليه قبل كده. Any idea about conformance and non-conformance? Conformance اللي هي meeting requirements أو إنه الزول يكون ماشي على ال على standard. And non-conformance إنه يكون الحياة دي ما مع الكواليتي. تمام. في مثال لدينا مثال مثلا. مثال. طيب. مثلا for example إنه إذا أنت عايز مثلا تبني حيطة الكواليتي الكونفورمانس إنه أنت مثلا تعمل طوبة ونص أنت عملت بالطوبة ونص دي أنت عملت كده كونفورمانس للكواليتي. لكن إذا أنت عملت طوبتين أو طوبة واحدة كده ده نون كونفورمانس. تمام مظبوط فعلا. النون كونفورمانس يا جماعة أي حاجة هي مثلا بتجيك اللي هي الفيلي كوست دي نون كونفورمانس. الكونفورمانس اللي هي دي الحاجات اللي انت فعلا يعني طوبه ونص طوبه ونص. تمام. النون كونفورمنس الحاجات اللي انت مثلا لو عملت طوبه وربع تمام او عملت طوبه واحده انت معناها مضطر في حته تجي تزيد الاسمنت تمام عشان تعالج الحته بتاعت النص طوبه الميسنج دي. فهذه احنا بنسميها نون كونفورمنس كوست. تمام يا شباب شكرا لك يا باشمهندس. في سؤال في الحته دي؟ الحته دي بس باختصار انه يا جماعه الكوست بتاع نعم معلش عيدة الثانيه دكتور ماسو. الحته بتاعت الكونفورمنس ونون كونفورمنس دكتور ماسو بتاعت الشبكه طش. طيب الكونفورمنس دي اللي هي شنو مثلا باختصار ثاني اللي هي دي الكوست بتاع مثلا انت عملت تريننج انسي موضوع الطوب ولا هذا انت عملت تريننج للتيم بتاعك دي احنا بنسميها كونفورمنس كوست. عملتي مثلا اشتريتي equipment تمام اشتريتي مثلا كمبيوتر اشتريتي بروجيكتر عشان تيجي تعملي بيه تعملي بيه التريننج للستاف بتاعك دي كلها احنا بنسميها كونفورمانس كوست. تمام. النون كونفورمانس دي اللي هي شنو مثلا انت عملتي حاجه مثلا في حاجه يعني غلطه حصلت فانت مضطره تدفع عليها قروش عشان انك تعالجيها فدي احنا بنسميها نون كونفورمانس كوست. عندك مثلا الانشورنس تمام الانشورنس ده احنا بنسميه نون كونفورمانس كوست. عندك مثلا اللوس بزنس يعني مثلا انك انت شغاله في بزنس البزنس ده مثلا خسر دي احنا بنسميها نون كونفورمانس كوست. يعني باختصار الكونفورمانس الحاجات العاديه زي ما قالت الباشمهندسه والنون كونفورمانس اللي هي للمخاطر يعني اول الكوست بتاع المخاطر قد دفعناه ونحن للمخاطر. تمام يا شباب نحن قربنا نخلص. طيب يا جماعه التولز والتكنيكس اللي احنا بنستعملها هنا اللي هي واحده منهم البنش ماركينج. البنش ماركينج دي خليه معروفه اللي هي انك انت بتقارن حاجه قديمه كويس مع الحاجه الجديده اللي هي looking at past projects to get idea for improvement on the current project and provide a basis to use in the current project. انك انا عندي زمان مثلا بروجكت القديم بتاعي ده انا باخده كاز ستاندرد بجي بعمل عليه اي حاجه حصلت في البروجكت بتاعي ده بقيسها بالبروجكت القديم فانا دي بسميها البنش ماركينج. عندنا ديزاين اوف اكويبمنت اللي هي دي يعني اكسبيرمنتيشن تو statistically determine what variance will improve the quality. يعني اي مثلا
الحته بتاعت انك انت مثلا عندي الفيرينس بتاعتي دي، انا اقوم يكون عندي طريقه معينه بقيس بقيس الفيرينس تمام، اللي هي مثلا لو ذكرنا امبارح الان فاليو مانجمنت. الان فاليو مانجمنت دي واحده من بسميها انا ديزاين اوف اكسبيرمنت الدي او اي، لانها دي بتحدد لي بتتيح لي انه انا اشوف الفيرينس. على ضوء الفيرينس ده انا بعمل امبروف للكواليتي بتاعتي، بشوف والله يا اخي مثلا انا البروجكت بتاعي ده حيكون بيهايند سكيدل اندر ذا بودجت تمام، فبالان فاليو مانجمنت. فالان فاليو مانجمنت دي انا بتحدد لي انه اشوف عندي مشكله في الكواليتي ولا ما عندي مشكله في الكواليتي. برضو عندنا الاستاتستيكال سامبلينج، يعني انت بتشوف بوبيوليشن او بتشوف حاجه معينه مثلا في البروجكت بتاعك تعمل عليها انفستيجيشن تمام، وعلى ضوء الانفستيجيشن ده انت بتشوف هل انه الكواليتي بتاعتك مت ولا ما مت. طيب سريع كده خلونا نشوف، عندنا 7 بيزك كواليتي تولز اللي هي دي كيس ان افكت دايجرامز. يا جماعه بس انا عايز منكم ترجعوا تشوفوا شكل الدايجرامز كيف، انا بس هنا لانه الوقت عشان ما يجر فانا بس بديكم عنها اوت لاينز، فانتوا امشي شوفوا ممكن في حاجات تكون مرت عليكم فيها وفي حاجات بس شوفوها. الكيس ده الافكت دايجرام ده يا جماعه دايجرام نحن بنخوض فيه المشاكل والمسببات بتاعتها عشان نصل لل الكوست الروت كوست اوف ذا بروبلم تمام. عندنا الفلو شارت ده اللي هو الفلو شارت ده يا جماعه، يعني انه مثلا انا عندي دايجرام انه والله فتحت الكمبيوتر فتح معي يس ما فتح نو، اقوم اعمل تشيك للكهرباء اعمل تشيك للكيبلز، فتح معي يس السكرين فيها شنو؟ والله السكرين فيها مثلا فيها رساله، طيب الرساله دي انت قدرت تقراها يس، ما قدرت اقراها نو، فهكذا ده نحن بنسميه الفلو شارت بروسيس. نسال خوارزميات مثلا؟ لا هي ما خوارزميات بقدر ما يعني ما بالضبط كده، يعني ما بالضبط كده خوارزميات، لكن انت بتحدديها مثلا انك انت ماشيه مثلا طالعه من البيت ماشيه الجامعه مثلا تمام، طالعه من البيت المواصلات ماشيه ببحري ولا ماشيه بام درمان؟ ماشيه ببحري انا بركب فيها، ماشيه بام درمان بتاعت بحري ما في بركب بتاعت ام درمان، لكن بنزل وين؟ مثلا بنزل في الشهداء، هل من الشهداء دي في مواصلات للخرطوم؟ يس ولا في مواصلات كده يعني بالطريقه دي؟ فهي تسلسل بتاع الاكتيفيتيز، انه والله انا اعمل تشيك للاكتيفيتي دي بتوصلني للاكتيفيتي الثانيه ولا ما بتوصلني؟ لو ما وصلتني انا المفروض اعمل شنو عشان اتاكد انها توصلني ليها؟ فاسهل طريقه ليها اللي هي احنا دائما بنضرب بها مثل بتاعت الكمبيوتر، جيت عملت سويتش اون للكمبيوتر، الكمبيوتر اشتغل يس، بعد ذاك تشوف المرحله البتاع اللي بعدها في السكرين في مسج يس اور نو، لو في يس المسج دي معناها شنو مثلا؟ معناها انه والله ما في هارد درايف، ما في هارد درايف معناها خلاص المشكله بتاعتي تحددت انه الكمبيوتر بتاعي ده فيه مشكله بتاعت هارد درايف تمام؟ اوكي وضحت أتك... ايوه اوكي. التشيك شيت دي زي شنو مثلا؟ مثلا انه والله يا اخي انا عندي مثلا طلبه تمام؟ الطلبه ديل انا داير اجي اعمل لهم تشيك انه والله يا اخي مثلا العلوم دي مثلا الساينس نجح لي فيها كم طالب؟ 1 2 3 4 5 بقوم بكتب مثلا 5. الفيزياء نجح لي فيها كم؟ الرياضيات نجح لي فيها كم؟ فدي دائما اللي انت لو بتتذكر يا جماعه عندنا في الاحصاء بنعمل 3 4 خطوط والخط الخامس بنعمله بالعرض تمام. فهو بس عشان يكون لكم واضح خليني بس ارسمه لكم اللي هو بيكون كده 1 2 3 4 5 تمام، عشان انت شنو بعد ذاك لو ثاني مثلا 1 2 3 4 5 دي كده 10، فدي بسموها شنو؟ دي بسموها يا جماعه التشيك شيت. بعد ذاك نحن عندنا الباريتو دايجرامز اوكي، ده بكره ان شاء الله انا حاشرح لكم باكثر الباريتو دايجرامز، وفي كم دايجرام هنا ده ان شاء الله بكره
الهيستوغرامز دايجرامز ده ممكن يكون مرة عليكم، لكن برضو بكرة إن شاء الله حوريكم الهيستوغرامز والسكاتر دايجرامز. ده سلمى تكلمت عنه المرة الفاتت لما كانت تتكلم عن الريجريشن، اللي هو أنت واحد من الريجريشن تولز اللي ممكن تستخدمه، ممكن تستخدم السكاتر دايجرام. وعندك الكنترول تشارت. الثلاثة أول الأربعة الأخيرينات ديل إن شاء الله بكرة أنا بوريكم الصور بتاعتهم، تمام؟ عشان بس الوقت ما ياخذنا. طيب ده كلهم يا جماعه احنا بنستعمله لشنو؟ بنستعمله عشان نعمل تشيك للكواليتي بتاعتنا، سواء كان الفلو تشارت او التشيك شيت او الباريتو دايجرام، الهيستوغرامز، سكاتر دايجرامز، الكنترول تشارت. ده كلهم يا جماعه انت من التولز اللي انت بتستخدمها عشان تتاكد انه والله الكواليتي بتاعتك دي ميت ولا ما ميت. بكره ان شاء الله حنتكلم عن الدايجرامز دي في المانج كواليتي، حنتكلم عن الكنترول كواليتي، وحنبدا في الريسورسز مانجمنت ان شاء الله. اي هوب انه المحاضره كانت لذيذه الليله، ما يكون فيها حاجه ما فيها دقداق الليله. الليله ما فيها دقداق، سموز صح يا خالد؟ سموز اي. فلو في اي سؤال بسيطه غايته اكثر من بتاعه المعادلات دي شوي. هي بس شنو هي اكثر شيء تيرمونولوجي، يعني التيرمز بتاعتها دي انتوا بس تتاكدوا انكم انتوا يعني فاهميننا. كويس، فيها حاجات كثيره اللي هي فيها نوع من الكومن سنس، يعني ما 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 فيها حاجات غريبه يعني. في سؤال يا شباب؟ رصاص. ايوه. لكن انا شايف ان بالنسبه للكواليتي ترى ناس الحاسوب يعني زول درس كواليتي اشورنس سوفت وير كواليتي اشورنس بقول له صح لشديد يعني قريب للاسم هذا كله فيها يعني. بتقول هي شوف هي لو انت عملت فيهم اي واحده في قبل كده في مشروع من مشاريعك اللي قبل كده بتقول لك الحاجه سهله، يعني ناس مثلا احنا انا متاكد انكم اي واحد فيكم عمل واحده من التولز دي في 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 شغله معينه، يعني بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره. يعني مثلا احنا بنعمل مثلا عندنا في المدارس في السودان عندنا اللي هو الاشراف التربوي صح، بيجوا الموجهين وبيجوا كده ويشيلوا الدفاتر بتاع احسن طلبه وكده يعني في المدرسه او في الكلاس. هذه واحده من التشيكينج كواليتي، يعني هم دول نزل فيديو عشان يعملوا تشيك للكواليتي بتاعت التدريس يعني بتاعت التدريس بالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ. بالنسبه للاستاذ بالضبط كده. ايوه نعم. عندنا برضو قبل شويه الدكتوره هبات قالت انه برضو عندهم كنترول تشيكس بيتعمل في الـ في, الـ في اللاب بتاعهم، انه كل اسبوع بيعملوا بيشوفوا عدد الناس اللي جو فحصوا والنتائج بتاعتهم كده يعني. هذه برضه واحده من الـ control check tools. ناس المواصفات والمقاييس عندهم زي برضه زي دفتر كده او محضر برضه بيعملوا الحاجات بتاعت الكواليتي دي، يشوفوا الحاجات اللي علاقه بالاغذيه وكده يعني برضه تابع للكواليتي دي بالضبط كده. وبرضه في ناس الهيلث اند سيفتي كويس بيجوا بيشوفوا المبنى انه فيه كل يعني الحاجات بتاعت السلامه الصحه والسلامه المهنيه دي موجوده التولز وكده يعني. شركات صيانه السياره كان شغال معنا التالي برضه بعد نعمل مينتنس السياره برضه بعد ده بنشوف اذا في مشكله كده. في مشكله العميل مثلا ما طلب الكاستمر بنقوم نعمل لو ريبورت يعني مثلا في مشكله في الحي الفلاني. ايوه بالضبط. انتوا بتعملوا اللي هو تشيك كواليتي وبعدك بتكتبوا الريبورت يعني تمام. واحده برضه بمناسبه السيارات دي نحن عندنا الفحص الدوري اللي هو كل سنه ولا كل ثلاث سنه للعربات يعني، فده واحده برضه من التشيك كواليتي بتاع العربيه يعني عشان انه العربيه ايوه كنا في يربص يعني. وتخليه برضه في المجال الطبي لو دكتور وهاب الله قاعد لحد الان. ايوه قاعد.
فيتخلي برضه الاطباء دول انتم مش كل سنه كده في فحص بتعملوه او حاجه كده؟ عشان عندنا الريفاليديشن هنا في يو كي، عندنا الريفاليديشن ده كله 5 سنين. كله 5 سنين. ده بسموه الريفاليديشن. لكن ال في ريجولر اسسمنت ده في ال كل دلوقتي. ايوه في التراست قبله هنا في الكورسز اللي هو بسموها اللايف سبورت كورسز، ودي عندها فاليديتي برضه بير اير. في وحدات لهم يعني كل سنتين، وحدات كل 4 سنين. يعني هي ديبند على 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 هي الحته الجفرن الموضوع شنو، هل الديبارتمنت ولا الهوسبيتال ولا الجنرال ميديكال كونسل كله في يو كي بالضبط كده. احنا عندنا في الكليه يعني كل سنه بتجي الحكومه السعوديه بيعملوا تشيك، يعني بيعملوا تشيك على كل شيء، يعني تشيك على البيلدينج، على المناهج، على الاستاف، يعني براجعوا بيشوفوا السي ديز بتاعت الاستاف دي كلها، بيشوفوا الهيلث اند سيفتي، بيمشوا الكانتين بتاع الطلبه، بيمشوا بيسالوا الطلبه ذاتهم اليونيفورم، يعني كل شيء يعني. فهم مقسمين الحاجه دي لكاتيجوريز، يعني مثلا الستودنت ساتسفاكشن، التيتشنج اند ليرنينج، المانجمنت ليدرشيب، الفاسيليتيز، الستودنت سيرفيس، يعني كلهم مقسمينها كده لكاتيجوريز وبيجوا بيعملوا لها تشيك. فهم بيشتغلوا شنو مثلا بالالوان، عندك مثلا اللون الاحمر معناه انت عندك مشكله في حاجه، لما يكون عندك اللون بالالوان وبالارقام. اللون الاصفر يعني انت عندك حاجه مفروض يعني يو هاف تو وري اباوت او تمشي تعمل لها امبروفمنت سريع. الحاجه اللي بتكون بالاخضر دي تمام، يعني ما فيها مشكله يعني. والحاجه كمان الاخطر من ذلك انك انت ذاته لما يكون انت وصلت للكواليتي، الكواليتي دي لازم تعمل لها سستينابيليتي، يعني لازم الكواليتي بتاعتك دي تكون يعني مستدامه يعني تمام. فهي دي يعني مرات انت تحافظ على الكواليتي بتاعتك دي اصعب مما انه يتصل للكواليتي. يديكم العافيه يا شباب، الله يكرمك. الكويزز يا شباب بليز، يعني ما شاء الله، يعني زبير، خالد، الشباب دي كلهم ما شاء الله بيناقشوا. محمد عثمان الليله ما شكله شغال، ما شارك معانا. انا الليله ما حليت. اسامه برضه بشارك. انا الليله ما حليت عندنا مركز أزدندي. انا اعملها قبل ما احل الكويز ولا بعديه؟ بريحك، بس انت اعملها. انا ما عملتها امس، حاولت اعملها بعد الكويز ابد تجيني، الليله عملتها قبل الكويز. طيب ما في مشكله، لو مشت تمام. مشت اي، لكن ما عرفت الكويز كده بقت ظاهره عندك ولا ما ظاهره؟ لا هي بتظهر الكويز، بتظهر، لكن لما انت تعمل في كل الاحوال بتظهر، مجرد انت ما عملت سبميت للكويز بتظهر عندي. يلا هسه انا بتاع امس ده غلبني عديل، انا اعمل له ماركاز ده اوكي. هسه غلبك الكويز ولا غلبك بس مركز ده يا دكتور؟ لا غلبك مركز ده، هو الكويز غالبني، لكن مركز انا في مركز ده، اهم حاجه انه يكون اتعمل. بعدك تعرف بنحسن شوي ان شاء الله في الاداء. اوكي طب غايته في ناس اسا في ناس انا مشرك لهم يعني. عليك الله. ايوه. انت واحد منهم، وفي واحده في واحدة عاملة فيها رايحة يعني، لكن ما هو مشكلة. يا ربي تبنوها النا. لا ما عندي، انت ما شاء الله ماشي كويس. امس كده مع الحروف جروب 50، لكن الليلة والله نقصنا من الخمسين نقصنا. لا يا اخي. انت اسمع، انت استمتعوا لانه روح امبارح ما في، ما اشتغلت كويس. ما شاء الله مبروك برضو لأختنا قصواء وفاطمة، مبروك. ومنو تاني؟ أسامة برضو.